الاشخاص من وجهة نظري انا شايفه مهم جدا في الفترة الحالية. لازم يكون دور الاعلام الخاص بجانب دور الاعلام العام واتجاه الدولة، لازم يكون في كوادر موجودة على درجة عالية جدا من الكفاءة، سواء كانت الكفاءة المهنية سواء كانت الكفاءة التقنية، ان هي تدي نفس رسالة الاعلام المصري، نفس رسالة الاعلام الحكومي، ان هي تنقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصري وترد على الاعلام الغربي وترد على الاعلام الدولي بصفة عامة. لان انا شايف ان الاعلام ده دوره قوي جدا والسلاح يعتبر استراتيجي جدا في نقل الرؤية الثقافية والاقتصادية والسياسية لأي دولة. فطبعا دور الاعلام الخاص بقى ليه عامل كبير جدا دلوقتي بجانب دور الاعلام الحكومي في ان هو يساعد الاعلام الحكومي ان هو ينقل الصوره دي سواء كان للدول العربيه وللعالم كله بكافه اللغات. الحقيقه انا برضو نقطه مهمه جدا نقطه اللغه، دلوقتي بقى عندنا جامعات كتيره خاصه، بقى عندنا ناس كتير جدا في مصر بيتكلموا لغات كتيره جدا. فالحقيقه دور الاعلام انا شايفه مهم جدا في نقل هذه الصوره سواء كان باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه او بكافه لغات العالم. تمام. طيب ايه دور الاعلام الخاص في توجيه الراي العام؟ دور الاعلام الخاص انا شايف ان هو دلوقتي بقى عليه دور كبير جدا من خلال الندوات والمؤتمرات ونقل حدث زي اللي احنا موجودين فيه النهارده، دور الدراما، دور الانتاج التلفزيوني والاذاعي والسينمائي، ان هو يقدر يعكس مجتمعنا الشرقي، عاداته وتقاليده، العروبه بتاعتنا ينقلها وينقل صوره السياحه المصريه، ودي نقطه مهمه جدا في نقل السياحه المصريه والسياحه الداخليه. اللي الحقيقه ناس انا لما كنت مسافر بره اكتشفت ان هم عارفين بلدنا اكتر مننا. فانا شايف نقطه مهمه جدا ان الاعلام لازم ينقل صوره السياحه الداخليه سواء كان للشعب المصري والشعب العربي والدول العالم كلها. طيب ايه راي حضرتك في الايفنت النهارده؟ الايفنت النهارده انا شرفت الحقيقه ان انا احضره للسنه الثالثه. انا كنت من ضمن الفاوندرز للمجله ومن ضمن الفاوندرز للناس اللي اشتغلت في اللو ماجازين من بدايتها من 3 سنين. والحقيقه انا شايف ان كل سنه في تطور مستمر من خلال الكوادر اللي موجوده، من خلال الناس اللي المجله بتستضيفهم او الايفنت ده بيستضيفهم. وشايف كل سنه في تطور كبير جدا من الطلبه وتطور كبير جدا من التوبكس اللي بنتكلم فيها والموضوعات اللي بنتكلم فيها. ومبسوط جدا الحقيقه ان بقى في كوادر مصريه على درجه عاليه جدا من الكفاءه سواء كانت المهنيه او العمليه والثقافيه. انا فاكر ان من 10 سنين من 2006 لما كنت لسه طالب قد اغلب الطلبه اللي موجودين النهارده، ما كانش فيه غير هو يعتبر مكتب محاماه كبير واحد، هو الوحيد اللي يعتبر عنده هذا النوع من المؤسسه للقانون. دلوقتي احنا خرج من هذا المكتب عشرات المكاتب. برضو على سبيل المثال طالب من ضمن الطلبة بتوعي كان من 2-3 سنين طالب ودلوقتي عنده مكتب محاماة خاص. فالحقيقة انا شايف ان هذا الحدث وهذا النوع من انواع المؤسسات سواء كانت من الطلبة أو من دكاترة القانون أو من المحامين، دي استفادة ونقطة إيجابية جدا للمجتمع المصري بتاعنا في مجال القانون.